بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا الطلاب، طلاب المرحلة المتوسطة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله هنتعلم طريقة حل الاختبارات، اختبارات الفترة الأولى للفصل الدراسي الأول. كل طالب هيدخل المنصة، منصة العبير، الموقع، مثل ما بيدخل يحل واجباته. تدخل طالب، تحط اسم المستخدم رقم هويتك، ثم كلمة السر، يفتح الموقع معاك، ثم تيجي عند مشاهدة الواجبات. انت بتحل عليها الواجبات باستمرار. المعلم هيكون ارسل لك الاختبار على الواجبات، تشوف ما اليوم اللي في مادة الاختبار. عندك اختبار اليوم مثلا، اختبار مادة اللغة الإنجليزية. تدخل مشاهدة، المعلم هنا أرسل لك الاختبار في رابط. ضروري كل طالب يكون عنده إيميل جيميل، لازم يكون عندك إيميل جيميل. بتدخل على الرابط، ركز معايا هنا في الرابط، بتضغط عليه بيظهر لك الاختبار. تدخل بياناتك، اسمك، يعني مثلا عبد الله محمد، الصف، ادخل صفك، اول، ثالث، ثم تبدأ في حل الاختبار. الاختبار امامك، بتختار الإجابة الصح، بتعلم عليها. السؤال الثالث، لين ما تنتهي من حل جميع الأسئلة. بعد ما بتخلص بتسوي إرسال. انتهيت الآن من حل الاختبار، لقد تم تسجيل رد. تعرض النتيجة عشان تعرف درجتك كام في الاختبار. عرض النتيجة، إجمالي النقاط 4 من 8، والنتيجة بتظهر للمعلم وظهرت أمامك. الحين انتهيت من حل الاختبار. مثل ما عرفتكم لازم يكون عندك إيميل جيميل. طيب الرابط هيظهر ليك أو هيكون موجود على الموقع في المنصة في الواجبات. طيب هيرسل ايضا رابط الاختبار على جروبات الواتساب، في الثلاث جروبات الموجودين، صف اول وصف ثاني وصف ثالث. جروبات الواتساب، مثلا انت في الصف الاول متوسط، انا عندي مثلا، المعلم هيرسل لك الاختبار، رابط الاختبار على جروب الواتساب هنا مثلا، ده اختبار اللغة الانجليزية. بضغط عليه برضو نفس اللي انا عملته، وبيظهر لي الاختبار امامي. بدخل بياناتي، ثم بحل الاختبار، ثم في النهاية بسوي ارسال. وبذلك نكون انتهينا من طريقة حل الاختبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.